الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. أيها الأحبة، إن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دليل الإيمان الصادق، ولا يكتمل إيمان عبد حتى يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه المحبة أيها الإخوة والأخوات ليست بمجرد الشعارات ولا مجرد العواطف الجوفاء، لا، بل محبة تؤدي إلى العمل بما يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الشاعر: لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي من المسلم أن يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أو حض عليه. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض السلف: ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله بهذه الآية التي ذكرتها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وإذا نظرنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم جسدوا هذه المحبة على أرض الواقع، فقدموا حبه صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وقدموا أمره على كل ما يحبون ويهوون، فلذلك استحقوا محبة الله وثواب الله، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه. نذكر نماذج من هذه الأمثلة الرائعة في مسارعتهم رضي الله عنهم إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. حينما حولت القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس. منذ أن فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس، صلى القبلة كانت إلى بيت المقدس، صلى عليه الصلاة والسلام 16 أو 17 شهرا، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. يقول جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلما نزلت عليه هذه الآية حول صلى الله عليه وسلم القبلة إلى الكعبة. فصلى ذات يوم رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم مضى إلى قومه، ثم مضى إلى أناس آخرين، فرآهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، ما وصلهم الخبر. فقال لهم وهم في الصلاة، قال لهم أنه يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه نحو الكعبة. فكيف كان عمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ هل انتظروا قالوا والله نبي نتأكد أو نشوف أو ربما الأمر؟ لا، حولوا القبلة وهم ركوع، وهم ركوع في الصلاة، تحولوا من جهة الشمال، لأن المدينة شمالها يكون بيت المقدس وجنوبها تكون
مكة الكعبة، فحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب وهم ركوع في الصلاة. سبحان الله، ما أسرع امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص وصلهم الأمر وسمعوا رجلا يعرفون صدقه، على طول مباشرة امتثلوا هذا الأمر وتحولوا وهم في الصلاة إلى جهة الكعبة. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، لبسه 3 أيام، ثم إن الله سبحانه وتعالى حرم لبس الذهب على الرجال، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، والمسلمون الصحابة اتخذوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لبسوا كذلك خواتم الذهب أي الرجال. فلما طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب طرحوه جميعا حتى لم يبقى أحد منهم يلبس خاتم الذهب. وقال صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله عنه رأى عليه هذا الخاتم قال: أما أنا له أن يلقى؟ فقال رضي الله عنه: أما إنك يا رسول الله لن تلقاه علي بعد اليوم. فأخذه وطرحه. وهناك رجل آخر من الصحابة لما طرح النبي صلى الله عليه وسلم منه خاتم الذهب قالوا له: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، ما كنت لآخذ شيئا طرحه من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قدموا محبته على محبة كل ما يشتهونه ويهوونه. ومن ذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تحريم الخمر قال للناس: إن الله قد حرم عليكم الخمر، فقد أنزل الله جل وعلا في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، خلاص كونوا في جانب وهذا في جانب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم الخمر، وإن رسول الله قد حرم الخمر. فبلغ ذلك بعض الصحابة وكانوا في مجلس وكانوا يشربون أو يسقيهم الساقي لأجل أن يشربوا، لأنها كانت مباحة، ما حرمها قبل ذلك الله سبحانه وتعالى. فلما وصلهم خبر تحريم الخمر قال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس وكان في يده يريد أن يسقيه، قال: أهرق هذه القلال يا أنس. وفي رواية: فاكسرها، اكسرها، خلاص حرمها الله ورسوله، لا حاجة لنا بها، مباشرة والكؤوس في أيديهم. فكسرها حتى جرت هذه الخمر في سكك المدينة. وفي حادثة أخرى كذلك، لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بالناس في يوم خيبر: إن الله قد حرم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمير أجلكم الله، حرمها الله سبحانه وتعالى، أي الحمير التي بين الناس الأهلية وليست الوحشية، فكانوا يطبخونها في القدور. قال الراوي: فأكفأوها، أي قلبوا هذه القدور، وإنها لتفور باللحم. انظروا، كانوا في معركة جياع في حصار يحاصرون اليهود، ثم وصلهم أمر رسول الله أكفأوها مباشرة إلى امتثال، ممتثلين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تقتصر الاستجابة لأمر رسول الله على الرجال فقط، لا، بل نرى نماذج كذلك من النساء الصحابيات رضي الله عنهم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله المهاجرات الأول لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، عمدنا إلى أكثف مروطهن، يعني الأكسية التي كانوا يلبسونها أو الأقمشة، فشققنها واختمرن بها، أي جعلنها خمار يغطين به وجوههن ورؤوسهن. وكذلك ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، خرجن كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، لأن الغراب لون أسود، فهم لبسوا الحجاب الأسود حتى غطوا وجوههم ورؤوسهم، فخرجنا مباشرة ممتثلين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لم يقتصر حب الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أمر رسول الله أو اجتناب نهيه، لا،
بل حتى تابعوا سكناته وحركاته لأجل أن يتأسوا به. هؤلاء المحبون الحقيقيون رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يصلي إماما بهم، خلع نعليه وهم في الصلاة خلعوا نعالهم، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما حملكم على أن تلقوا نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك قد خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال: لا، إنما أتاني جبريل وأخبرني أن بهما، أي في النعل، قذرا. فانظروا إلى هدي هؤلاء الأبرار الذين رضي الله عنهم، وقال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة ربما تدخلون في هذه الآية ممن اتبع هؤلاء رضي الله عنهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الاستجابة لأمر رسول الله فيه حياة، حياة للنفس، حياة للفرد، حياة للمجتمع، حياة للأمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا أتاك أمر رسول الله لا تقول: والله بشوف، يديش عقلي، والله ما يديش عقلي. كيف؟ هل تجعل كلام رسول الله ككلام أحد الناس؟ يعني إذا جعلت عقلك يعني ميزان نشوف والله هذا الكلام يدش العقل أو ما يدش، فإذا ما فائدة أن هذا وحي من الله أو هذا كلام أحد الناس؟ قل: سمعنا وأطعنا. انظر إلى ابن نوح عليه الصلاة والسلام، قال له نوح وهو في السفينة من خشب فيها مسامير في طوفان عظيم حتى وصل إلى رؤوس الجبال، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن قال: لا والله يا يبا، هذه الآن سفينة من خشب وأنا سأوي إلى جبل أعظم ويعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فامتثل أمر أنبياء الله ورسل الله يا عبد الله حتى ينجيك الله وتكون من السعداء الأبرار. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم المستجيبين لأمره، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه، والحمد لله رب العالمين.